هلا والله عدنا عدنا وجتني تنبيه هنا ترى في عش ثاني جاك اللي هو هذا يا عيالي يا عيال اصبر 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 انا من بيتي اصلا اوكي انا هناك هذاك بيتي اي هذاك بيتي يعني صار عندنا عشين عش هنا وعش هنا صح لا كذا كثير اذا اصر كذا كثير عدنا يا عيال في حلقه جديده من لعبه ستراندد الين دون يا هلا والله يا هلا <كتصفيق> شوفوا يا عيال الحلقه هذه بداهم انا خلاص طفع الكيل هلتكم عالي ابداهم يا عيال يا عيال بكره الصباح كلكم عند هذول عند هذول والله اداهمهم والله اطب عليهم معليش شوفوا انا مس... انت تطلع برا بزر اوكي لسه ما خلصنا الحاجز اول ما نخلص الح... مو نخلص الحاجز لا 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 اول ما يجي الصبح خلوني ينامون الحين الساعه كم؟ ما اعرف الساعه كم المشكله بس ان شاء الله يجي الصباح عشان ايش؟ الطلقات تجي كلها صح ما يقعد يقول لي مس ما مس لا يا حبيبي بكره بجلد الظاهر عشان كذا قاعدين يهاجمون انا بهذلوني كل شيء يهاجمون اوه صح في ناس بيهجمون علي اصلا هنا اوه توني اذكر هذول بيهجمون علي اوكي بعد ما يهجمون علي هذول ان شاء الله بعد ما يهجمون علي هذول تدرون قبل ما يهجمون علي ايش بدي اسوي؟ ودي اركب لمبات برا هنا عشان اقدر اشوفهم في الليل لما يجون تعال يلا يلا ابنوا لي اياها عشان لو جوزكم تطلقون عليهم تكفون ما يطلع لي مسك اللي شوي اتوقع بيفرق اتوقع والله اعلم تعال 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 بلد بلد كونستراكت كونر وانت حلو احد منكم صاحي اوه هذه مصحصح مره غريبه انت تعالي كونستراكت هذه يا رب نلحق نسويها قبل ما يهجمون الله يستر يا عيال شوفوا <applause> شوفوا ترى <applause> ما تشوفونهم صغار صغار شوفوا ايش كبرهم خلهم يقربون عند البيت اوه بيهجمون اوه هيل نو كنسل 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 بناء كلكم تعالوا هنا تعالوا لمواقعكم يا عيال قسم بالله الدفاعات هذه انا متفائل فيها تعال انت كونر خليك هنا في الواجهه لارا هنا سمانثا هنا عمير هنا كارتر فوق هنا يو لو عندنا واحده هنا بعد اوكي كوين خليك في الساحه هنا زين تعالوا شوفوهم جو يا يا حركه احط اضاءه كوين كوين اطلع برا كوين يقدر يتسلق معهم اصبر يقدر يتسلق او يقدر يتسلق معهم يا اول كان يقدر يتسلقون اثنين بعدين ما عاد صاروا ايوه بدل الهجوم تعال برا تعال برا 14 اوكي في واحد مات كويس كويس واحد في مات واحد مات يا عيال كوين تعال اهجم اهجم عليهم من من وراء اهجم عليهم من وراء تعال هنا يلا طلق عليهم في واحد جاية والله كأننا قاعدين نجلدهم جنهار الحمد لله جنهار في نص الهجوم هي هي عطم بالمسدس الليزر يا زفت هي تعجبني كوين ايش قاعد تسوي؟ يعني كحول بطيء كانه كسروا شيء هذا بيتكسر اوه اوه ارفع افقع 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 يطيح عليك افقع لان لو طاح على طول بتموت ما بناقص انا ايوه شفتوه طاح اركي 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 اتسلق يا هذا بسرعه اتسلق لا يجيك <تسألك>. الخسيس قاعد يلحقها اوه الحمد لله نجونا نجونا لك نجونا بقينا بس هذا الوحيد يلا يلا انقرع لا مسمو يا حبيبي قدام عينك الحمد لله على السلامه يا عيال نجونا الهجوم وبالراحه وبالراحه ولا واحد جا شيء لا كذا كذا قويين يا عيال كذا قويين كنس كنسي كونستراكشن معتها ولا تدري خلا خلا سووا لي طيب الحمد لله على السلامة هذا أول شيء ثاني شيء ثاني شيء أنت يا زفت الطين لو ما تنقلع طيب ودي ودي أجرب أهجم أول شيء أنت شو وضعك اه شو وضع السلاح اللي معك كويس لسه ما خرب أتوقع لازم نبدأ نسوي ريسيرش حق الأسلحة فليم ثراورز ولا أي زفت طين يا أعطوني فليم ثراور هذا شو وضعه حلو احد يسوي لي هذه حالا ارجوكم ريسيرش زين ريسيرش كوين قاعد بيصلح خلاص الباقيين اذا خلصتوا اكل نبغى نروح نداهم بالعش حقهم ايش رايكم نودي أربعة بس نداهم اتوقع بيكون حلو والله يستر كيف اموركم شبعتوا شبعتوا حلو بسم الله واحد اثنين ثلاثه اربعه انتوا يا الاربعه نسوي سيف اول شيء لاني اتوقع شوفوا هذا اول مره اول مداهمه لنا فلازم نسوي سيف يا عيال اوكي مستعدين يا عيال المداهمه تعالوا اي وينكم؟ آه ايوه انتوا تعالوا هنا ارجوكم يعني تدرون تعالوا, تعالوا تعالوا هنا تعالوا هنا جو 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 جو, جو الفزعه قسم لكم رهيبين اموركم زينه بسم الله مستعدين يا عيال بسم الله اتاك الله يستر والله اني خايف ايوه اتوقع بنموت اتوقع بنموت اتوقع ما احنا بقدها والله اتوقع ما احنا بقدها والله يا اتوقع بنموت يا موتنا والله انه ضعاف والله إني ضعيف يا عيال هي تجربه خير برهان على العموم نجرب بس يعني هذا عمير انسدح عندي خطة حلوة مرة عندي خطة اجي اهجم عليهم واسحبهم للبيس واجيبهم هنا عند الزاوية دي واجلدهم جلد يب كوبي اعطني دفعات هنا سووا اياها بس مو الحين بنهجم اول شيء خلينا نبني الدفاعات هذه نجهزها اول شيء يب نجهزها نقفل المبنى اوكي قفلوه كويس حبه اوكي والله اتوقع خطي بتنجح انا شبه متاكد انها بتنجح نقول يا رب صلحتوا كل شيء خلاص ما في شيء يحتاج تصليح ريبير ريبير كل شيء يلا يلا اي شيء يحتاج ريبير صلحوه ارجوكم يا عليكم يا عيال والله انكم رهيبين جمعين لي خشب امور زينه نايس يلا متى ما فضيتوا سووا لي هذول ونتوكل على الله، نقول إن شاء الله الأمور يعني زي ما أنتم شايفين الله يستر. أوكي هذا خوينا في الله قاعد يسكر يب فأحد يجي يعطيه على راسه قبل ما أوه لا أنت قاعد تخيط خليك خيط وأنت نايمة أوكي خلاص خلاص نايمين العالم قومي يا لارا لارا يا زفت قومي لابسين بناطيل وش زينكم يا شيخ؟ يا أخيرا ما في إلا هذا حليوة وبالأمس بنطلون. لا تظنكم تنجح خطتي يا عيال والله اني متفائل بس بس لا تشرب زياده روح اخذها زياده كوين كوين تعال عض على راسه تعال افلقه 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 كويس كويس يلا ردوه بس السرير خلوه يرتاح وارقدوا معه يا هذا شو كل شيء تنام ذي الى الحين تعبانه عندها جرح هيلث عالي عنده تسمم تحتاج مضاد حيوي يا حبيبي مضاد حيوي المشكلة ما سويناها لا ريسيرش كارتر صح النوم يا بعدي يا ابوي والله كارتر يشرب كثير يا عيال شو ذا؟ لا مو بصاحي الديبان كارتر يلا بس سوي ابني لي هذه والدفاعات عشان نسوي خطتنا ان شاء الله قريبا بس هذول المنفسين للحين هذه مرة ميتة جوع وحالتنا حالة يا عمري عمير طبعا سعيد جدا سعيد هو يا سمانتا والله غريبه هم سعيدين ايش فيه يلا يلا اطبخوا بس انت يا يلا يا عمري يا كوين كوين اكل تو لحم ني مو اي لحم بعد اكل لحم هذول اكل هذول اكل الرجول هم نية يا عيال يا عيال ما طبختها زفت الطين لا تاكلون ني تكفون انا قايل لكم قبل هذا ضار نسيت اقول له. لا تاكل رومي تكفى رو لا تاكل ميت انت ابعد عن كلكم كلكم ابعدوا عن الميت اللحم الني ابعدوا عن شوف هذا طفي شفتوه الباقيين لا زي اطفي تعال آه كارتر خلني يمنع عنه الشراب لانه مكثر الكلب لا سمحت لا تشرب تبي قهوه اشرب غير كذا لا ها آه كيف الريسيرش حق الفليم ثرور 80 81% نايس يا عيال والله توقع خطتي بتضبط حط هنا فليم ثرور اوه يا القوه اوه يا القوه والله جهز جهز هلا بوي شلون قوتك هذا شلون هذا هذا كيف هذا ينفخ جهة واحدة بس ها كيف أحطه ذا حطه كذا ما أدري خلينا نجرب ما عندنا بنزين كافي لا تستهبل اسمع هذا قاعد يشرب الله يقلعه خلينا نسوي سكافنج للادوات هذه اتوقع بنلقى فيها <تصفيق> 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 كارتر تعبان وميت جوع حالته حاله, حالة. يا حول المشكله شو له يا أخوي يجي ميل داون ينهبل ولا يصير ياكل ولا شيء كيفك والله والله خطتنا شكلها الله يستر شكلها كلب انت <applause> <applause> مين كارتر كارتر بالله ابغى بنزين يرحم لي والديك يا رب بنزين يا رب بنزين يا رب يا رحمن يا رحيم ها بشر ولا زفت حلو سكراب وفرف جيبك من بنزين يا اخي هذا كان يذكر كان يعطي بنزين ما ادري اذكر في البدايه في واحد كان ينكسر يعطي بنزين يا عمري قاعد قاعد يوكلونها يا قلبي يا قومي, قومي 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 ريلاكس اقعدي هنا والله انا والله مسكينه تحت المضاد الحيوي اي والله طب اسمعي ايش رايك تسوي ريسيرش انت المضاد الحيوي عندها تسمم فبقول لها هي اللي تسوي الريسيرش أن الحاجه لها مو بالغيرها فسوي ريسيرش على رهينك واكتشفي علاج لنفسك تذكرون متعب كونر كان عنده جرثومه هو اللي اكتشف العلاج بنفسه مرجله والله يا عيال الكلاب انا قال لكم سووا هذا تروحون تسوون هناك ليه؟ كونر يا بزر صارت توني قاعد امدح فيك لا ماتت لا ماتت, ماتت يا عيال ماتت ماتت من التسمم يا عيال ما توقعت والله يا هل كنت اشيك عليها كان يطلع لي دم 200 يا عيال يا عيال لا والله ابي ارجع للتخزين تكفون مشوها هالمرة عشان ايش؟ ما كان معلمين انها بتموت قالوا تسمم ومكتوب مايل يعني بسيط يا عيال والله بعيد 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 <applause> 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 اوكي اول شيء حبيبي كان يسوي الفليم ثرور كنسله خله للأنتيبيوتكس يلا لا ومين قاعد يسوي قاعد تسوي لارا اللي قاعد تموت علينا طيب ثاني شيء هذا كله بقول له بوتشر بجي كونر اقول حبيبي كلكم بوتشر كونر بوتشر كل 12 الحين من الحين ايه ايه تو انا بدايتي كانت غلط آه وبعدين بنسوي هذول نحط هذول في الاوامر اوكي كوبي نعطي كل واحد له مهمه يسويها وبس وبلا فلسفه الهجوم لحقين عليه قال الهجوم قال ماتت علينا دي شو ادري انك بس قوم يسوي ريسيرش ارحم لي ولدك لا توطف بطنك عاد في موته واحده تموتين مرتين خاصه المره الثانيه ثابته والله ما عاد ما عاد لود انتبهي شوفوا هنا جيت مكتوب مايل تسمم بسيط والبين قليل و200% دمها فجاه يقول لي ديد دوده المضاد الحيوي ايش يحتاج؟ يحتاج جرينز اتوقع نقدر نسويه ان شاء الله أه هذا قاعد يسكر الله يهديه بس ما راح ما راح اطق على راسه خله خله يسكر وهذا قاعد يطبخ حلو هذا كان اهم شيء يسوي اني اجمع الاكل من الحين لازم كان نجمع نقطع هذول من الحين يب جبون تو متوهقين يا رجل شوف الحين صار عندنا اكل هنا مطبوخ تو ما فيه في اربع حساء يا عمري تعال تعال اصك على راسه ايه ايه يلا لا 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 تهاوشون <تصحيح> هو <هلي> يغمى عليه <تصحيح> المفروض <متضين> العكس يا طيب كونر ما يبي لها والله تعال عطى عطى على راسه ذا تيس ما اقدر اعطيه ما اقدر مره واحده خلاص انتصر علينا ما اقدر اعطيه نوك اوت مره ثانيه طب هذا تو شفته يروح يعالجها عالجها يا عيال عالجها قسم بالله تو راح على السرير ما ادري ايش سوى شك 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 والحين قام ما تشوف ما فيها شيء ايه <applause> انت انت ايش مكتشف انت مكتشف علاج ما نعرفه؟ يعني ما كنا وات؟ وات؟ نلعب اعزف مزيكا عسل الهابينس تزيد. اي فين بلاي بلاي ميوزك اي غيري نوعي هنا هنا شوف ريلاكسيشن كيف زاد. تعال العبي دارتس بعد دارتس حلوه. اوريدي ريلاكس ما يحتاج تلعب دارتس. نايس. طيب تبين قهوه؟ تبين شاي؟ انت عاوز ايه؟ وين قهاوي حقتكم يا شباب نبي نعطيها قهوة اشرب اشرب يا خمر ما ادري وين قهاوي يلعبون من هنا ما ما كان له داعي الدرج اوكي الهابينس ان شاء الله انقصت ما خلت تشرب طب اسمع سوي الانتي بيوتكس احتياط زين يا احتياط هذا نام يا عمري عليه نام جو برا قم قم يكون كونر انا كرفتك طيب بسم الله ابي اجمع هذول بقول عمير اذا خلصت اكل تعال جمع لي اياهم يبقى لنا طبعا السلامه الفليم ترور سوي له ريسيرش يا 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 ما في بومكن ما طلعت اليقطين غريبه يا اخي من زمان عنها اي يول... والله اوه هذه والله طلعت هلا والله هارفست لارا تكفين لا تنفسين يا الله المشكله لا هي الوحيده اللي تعرف تجيب ذي الاشياء قلتوا لي اذا سووا الاشياء اللي يحبونها يصيرون سعيدين فابي اجرب اجيب لارا طبعا هي مزارعه فاربنج 6 فمفروض انها تحب الزراعه نقول لها هارفست يا لارا ها ما وصلتي لسه، كيف الأمور؟ شوفوا ما ما زادت سعادتها والله غريبة. بس أوكي أوكي يمكن لسه بدري يعني. أوكي بقول لهم ازرعوا هنا اليقطين. أه هارفست وين أغير كروب بحطه يقطين. عشان يصير عندنا خضار منوع. متى ما فضيتي؟ يمكن يمكن لازم تزرع عشان تكون سعيدة، خلينا نجرب. <applause> شوفوا السعادة كيف زادت؟ صار هنا عشان يخليها تزرع؟ تستهبل؟ بعذرك وين دائما مبسوط وهو يشتغل يحب الكونستراكشن فالظاهر يصير مبسوط تعال خلينا نشوف لا والله ما صار شيء للحين حزين بس حلو هذه صارت سعيده فجاه نايس حلو سوينا حق الانتيبيوتكس نايس يا عيال كنس كنس كل هذول اعطونا كراف جديد وين مضاد حيوي نسويه؟ هي ما سوينا مضاد حيوي برودكشن فرمنتيشن يمكن هنا اللي والله هنا نحتاج هذا هذا جديد هذا جديد علينا تعال تعال حطها هنا كيف حالك وين سعيد <applause> والله لا سعيد هم يحزنون اوكي عمير قاعد ياكل اكلنا أه لو سمحتوا حاولوا تفقدون الوعي في عاد صار اقوى كذا كل ما جيت احاول أفقد وعيه يجي هو يفقد وعينا احنا ايش فيه ليه كذا معضرين قلت ادب قسم بالله <applause> يا صاروا اقوى معضرين ما في لك كون هو اللي عارف يهبدهم ايوه حتى هذا نهبل حلو كلهم من نايس والله الحمد لله اهم شيء انها طابت قسم بالله غريب انها تو ماتت والحين طابت قدر يعالج بطنها ما ادري ايش موكلها يهب عليه يعرف شيء ما نعرفه قسم بالله هذا من عالج اللي في بطنه ذاك اليوم الطفيليات وصار ديبان صار ذكي كلب اركض اركض جنب بعض عشان السعاده يا عيني يا عيني سووها حلو بقول فيرمنت انتي سووا لي تكفون سووا لي 11 يلا يلا مين <applause> فاضي يسويها من انت كونر كارتر كارتر تعال سوي لي مضادة حيوي بعدين سوي لي تبي ايوه بياخذ لي البذور من هنا نايس حلو 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 خلاص خلها تشتغل الحين بننتج خمسه بعد يمكن يوم ما ادري تاخذ لها وقت الزبده سريعه والله مضاد حيوي موضوع بسيط يا عيالك عيال اقلب القهر مسوينا من قبل طب نسوي خطتنا الحين نقدر نسويها ان شاء الله اوكي انت كلي بعدين ما تسوي الريسيرش حق الفليم ثرور والله يا سعيده والله يا سعيده يا عيال شوف سعادتها كم 50% هذا اللي ما عرفنا متى يتزوجون يا اخي قسم بالله شيء يكهر سمعت بالله صيدي لنا الفيل إيه فين عند النقص في اللحم اوكي جليل وبنقعد ساعه نحاول فيه آه انا عارف اصلا انت حوله خلقه اصلا كيف لو جليل ها مس خذ لك مس يلا ان شاء الله بكره نصيده زي كينو قسم لهم يتعذبون والله <تصحيح> يتعذبون <تصحيح> <تصحيح> صدق تعالي تعالي لا را يا بزر بوتشر اتفقنا إحنا تصيدينا تسلخينا وبتصيدينه وتخلينه يا عمري قاعدين يخلصونه والله كفو والله كفو بس وسيب بس وسيب مره وقت حلو كل تمام الناس بصحه وعافيه الله لك الحمد حلو كسر هذول حلو انا كنت اقول لهم فضوها بعدين كسروها الحين باقي لنا بس القهوه يشيلونها ويا عيني بعدها خلاص نيو ريسيرش انتبيوتك سووه اوكي آه أو آه أو جهاز هلا والله صار عندنا في الستوك خمسة يا سلام يا سلام الحين بضد موجود نباندج ان شاء الله موجود نسوي زياده احتياط هذا قام يطرش ما ادري ايش الحين سؤال لما هذا يسمعون الموسيقى حقت كونر هل ينبسط؟ والله ما ينبسط ما حد ينبسط الا هو الظاهر اوكي تعال ارقد شوف بخلي الذيبان كارتر هو اللي يسوي الريسيرش لانه اذكاهم الحين صار فخلاص نتوقف وقف تعال اعزف هنا تعال كارتر سوي الريسيرش هو اذكاهم الحين صار فمفروض انه يعني انتك صار عشرة تذكرون يروح يجيب الكتاب ما ادري وشو المفروض صار عبقري الحين ومفروض اني يخلص الريسيرش بسرعه يعني شوف عاد ترانك هل تنبسط اصلا من تسوي ريسيرش متعتك المفروض هي الدب انا ادري اسرع ولا لا بس بدنا كويس كم يسوي خلصنا حلو تعال عطني ديفنس عطني فليم ثرور الحين نبدا خطتنا باذن الله الرايستر لا نحترق حنا نحطها كذا بحيث هم جايين ان شاء الله يولعون المشكله ما ادري هي تتحرك ولا لا بس ما اتوقع الصدق ناقصنا بس بنزين يا عيال سموك سيجنلز يا حبيبي ها كارتر نروح نروح يا كارتر مشينا 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 ما عندنا بنزين يا عيال يكفي هذه يا الله نحتاج بنزين عشان نعبي حتى البلونة دي الله يقرأكم بالله شوفوا نحط الثلاثه واحد هنا واحد كان المفروض هناك يشتغل ما في احد المفروض في احد هنا, هنا, هنا. سمعت بلاستيبل هنا نحتاج واحد يسوي سكافنج بعد كونر ايش تسوي؟ كونستراكتنج اوكي انت تعال انيمال اتاك في هجوم ايش في؟ عشان قفلنا الباب أوه. أوه. يا حقير والله انت كذا قليل ادب يبغون يدخلون لا مو كذا حطيت اسوار عشان ما تجون تزعجون اول عم بيصير بيصيده من هناك يبه يوجهه وجهه والله بيصيده الحين في الريسيرش ما في شيء للبنزين ايش فيون ميكسينج اللي والله فيه ها ورك بنش اسويه هلا والله كارتر تعال يا ذكي عبقري تعال تعال سو سو هنا بلاي ميوزك عشانك حزين وبتعيس هاحت... لا لا حشرات جوعانه كاتبين هانجري بيتس يعني ناقص كل شيء طلع لي هجوم مع جديد استهبال هو اوكي, أوكي. كويس اني حاط الاسوار هذه باذن اني بقدر عليهم نمل يا عيال يقلع بليز كنتوا عيونكم ذي الكبيره الله يقلع بيسكم يا الله نمل ذول ولا فرس النهر صح فرس النهر صح اللي يجيك كذا يدينه يا يحو... ما انت الا والله ما انت فرس النهر يوه. فرس النهر قصدي فرس النهر يعني ايش قاعد انا فرس النبي أوه فرس النبي يا عزم. اوكي بسوي بخلي هذا كارتر والله انه صدق صدقونا سريع في الريسيرش مره وقس الظاهر قسم بالله انه يفرق طيب اسمعوا اذا هذا انتم شكلكم تعالوا بقول كلكم خلكم زي ما انتم آه لا مو كلكم زي ما انتم قصدي كارتر اشتغل وانتم تعالوا دراف تعالوا هنا يلا كونر هنا عشان اقوى سلاح انت هنا هنا يلا يلا توزع توزع كلكم والله باجم عليهم الحين شوفوا شوف شوف رايحين

كونر معصب عليهم والله اكتشفت انه ما وراهم الا الدجه الحشرات سبايك اوكي خلاص خلاص خلوهم خلهم قسم لهم سبايك سب عليهم بس والله يوم سبايك صدق توقعت عندهم سالفه كارتر انهبل اوكي ما بس ما خلص الريسيرش للاسف هذا سوس كافنج الجزمه الله يعزكم أدري ايش كل شيء الا بنزين اوكي خلاص رجعوا بيوتكم كلكم احد يكمل الريسيرش والله ما بقى الا شوي وخلص كمل كمله بقيت ثمانية بالمية بس خلصنا الريسيرش يا عيال هلا والله نسوي في الوركمن صح بنزين إيش إيش قاعد يسوي هذا فات يبوي توكل كرافت بنزين ووو هلا والله تعال عمير صنع لي بنزين تكفى يرحم لي والديك شكلها في الأخير راح نسوي خطتنا، طبعاً احتمال تنجح احتمال ما تنجح، أو بنكتشف بعد شوي، إن شاء الله تنجح الخطة يا يعني. عيال فليم ثرور وطق معهم ونموت. <applause> دن. سوينا الفليم ثرور. والله يستر، ما أدري طريقتها الصدق. بجربها أنا على العموم، بعدين لو بغينا نكاترها نكاترها أو نكاترها تصوير منها زيادة سوينا. الحين. هذول الحشرات للحين الحين قاعدين هناك ما حد هجم علي كونر ايش بيسوي هابينس مره زفت الطين تعال العب ميوزك وروح رقد بعدها الله يهينك الحين طبعا السلامه ودي اسوي الخطه حقتنا بس احس اللاعبين عندي شوي منفسين اخلاقهم خايسه ما حد منهم شوف كلهم هابينس صفر هذا جوعان سمانثا ما ادري ايش قاعد تسوي سمانثا يوه يطبخون يعني هذا الثنائي الجميل سمانثا وعمير يعني يطبخون سوا يا قلبي ايش 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 الزوج الحلو هذا؟ ها؟ ايش الزوج هذا؟ والله راح تسوي بنزين زياده الله يعافيها. اوكي عالم. اتوقع حان وقت نسوي الخطه حقتنا نقول ان شاء الله. نقول ان شاء الله. تعالوا مين مين نضحي فيه؟ آه، انت روح اعزف لك مزيكا على ما نسوي الخطه حقتنا تعال يا كوين انت لك برضو مزيكا يا كوين لانك حتى انت منفس آه كلكم يا ريلاكس ما انتم بريلاكس روحوا اعزفوا لكم ولا اسوي لكم اي شيء تعال يا كونر اكثر واحد اثق فيه قول يا رب اسحبهم للبيت هلب تاك اتاك, أتاك. واهرب على طول اهرب 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 الحقوه 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 لحقوه ابشركم لحقوه ايوه بس مو كلهم ولا الا والله كلهم اهرب أهربوا، أهربوا. كلايب، يلا الباقين كلكم تعالوا الباب هذا الظاهر ما عاد صار يفتح لان حاطين الحواجز الظاهر والله اعلم وينهم فيه؟ اسحبوا عليه ما جو والله اسحبوا عليه هاي تعالوا هنا يا بزران والله ما جو اسحبوا علينا والله اوكي خطة الثانية اجل خطة باء خطة باء يا طول السلامة آه هذا عندهم نسحبهم له ايش رايكم نجرب والله ما ادري خل نجرب اخي ايش صعبين يا اخي مره قويه وجعوه تعال تعال عطني ريسيرش يا اخي مشكله قلت لكم الاسلحه هذه ما ادري شلون اسويها الكترونيك كرافتنج خل نسوي الكتريك جريدز ما ادري اوكي خل نجرب نسوي ريسيرش لهذه وهذه اوكي خل نجربهم نسوي لهم ريسيرش ونشوف ممكن هم هم الزبده والله ما ادري يبغى وقت الزبده ما علينا والله ماني بعرف انا والله ماني بعارف اوكي انا بسوي خطتنا ابغى اسويها <applause> مره هذه مو راضي تاكل ما ادري ايش فيها ستارفيشن اجي احطها تاكل هنا ما تاكل غريبه يا اخي ذا البنت غريبه والله انها ميته جوع بس ماني بقادر اوكلها خلينا نجرب نومها ونوكلها في السرير والله ما ادري في بلا في بلا مو قادر مو قادر تاكل البنت همم فهذا كونر يقدر يجي ياكل ها ايت ما ادري ايش سمانثا اضغط رايت ما يصير شيء فانا مستغرب الصدق طيب خلينا نجرب نقول لا تعال اطبخ ولما يخلص الطباخ طبخ بقول له كنسل بسوي شيء ثاني فهمتوا بسوي دراف مثلا خليه يطيحها في الارض نشوف ايش في ايش في ايش في ايش في ايش في ايه ايه ما ادري ايش حاولت اني ايه تعال 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 ايوه طيحها تعالي سمان ذكري ايوه معلق الاكل اللي هناك ما تقدر تاكله هذا الحين معصب قاعد يكسر كرسي يا الله سمعت أكلي لقينا لك اكل ما اكلته شارته بس شو يا ما اكلته ما اكلته رجعته فوق راح تاكل ايوه تاكل لها يا اخي عجيبة البنت راح تاكل لها بذور يا الله خبص خبطها خلا تاكل براحتها يا زفت يا والله قاعد تاكل بذور غريبه هالبنت عجزت اخليها تاكل هذا قلت ايش كده راح تحطه هناك عجيبه والله عجيبه طيب نجرب خطتنا يا عيال بسم الله نقول موف ودوها لي عندهم خلينا نقول إي هنا مثلا هذا الباب ما عاد صار له فائده بشركم الله يقلع نقول يا رب تضبط الخطه والله ما ظنّتي حط لي هنا ما انكم تخوفوني يا كلاب بس هم اتوقع احتاج لهم اسلحه ليزر اصبر اصبر تعال يا جبان نحشت، كاتر يا بزر تعال جبان معلومك الصدق ابغى اشوف هذه كيف تكس تاذيهم الخطه يا ما ظنيت ارجع 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 جو على طول يجونا على طول خلاص ارجع البيت راح البيت ايوه واو لا تطقون كارتر يا بزران هذه والله تنفخ عليهم <applause> والله هي قوية والله هي قوية اوكي اوكي عرفت الخطة اجيب اربعة منها وكل واحدة مقابلة زاوية نسوي زي مربع وبعدين يب يب بنيت باب حديد ثاني هنا لان هذا مو راضي يدخلون مع الظهر هذا مقفل عليه فبنيت واحد ثاني جنبه هنا ما ادري مشكلة دمه 40 بيتكسر بسرعة ان شاء الله ما يهاجمون عليه غصب ما قرابة قلبت ما غيرتها كلها في القمح في هجوم يا الله يا الله اسمع اسمعوا شكلها كذا خطتنا لازم ناجلها اليوم ثاني لا لا, لا ما راح ناجلها ما راح ناجلها اتوقع نقدر هذا انكونشس اقدر اقتله وهو ميت وهو نايم نجرب يا عيال ما جربنا اصبر هذا بيهجمون ما راح ما راح يشمشمون اول اصبر هذا هجوم على طول هجوم على طول شكله هجوم على طول ما راح ما راح يتمشون عند بيتي لا لا اصبر اصبر كونر فوق لارا فوق سمانتا فوق ما ادري مين هنا يلا 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 اتاك والله على طول عندي خير اييييي القوة القوة فليم ترافر قوية يا عيال والله والله قوية مرة <مترجمة> دي او بي لا تتكسر عاد اوكي جلدناهم اتوقع اوكي خلصنا منهم تعال سوي لنا الليكويد فيول وانت يا سمان تسوي لنا الليكويد فيول الثاني يلا 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 اشتغلوا سووا لنا بنزين نحتاج ايوه سوانا هنا بعد واحد حلو والله يا عيني والله سووه حلو والله كوين اوه طلعت هذول يا عمري يقلع <applause> القوة اخيرا هز... أخي احس عندي حوسه البيت مره ما ادري ليش يا <يوه> مش المنظر ذا القبيح فترة فترة حوسه احد يجي احد يجي يعالجه تكفون يلا عالجوا عالجوا عالجو تكفون ايوه حلو نجرب أه، جرب خطتنا الحين جرب خطتنا مين مين في كويس هذه كويسه هي الوحيده نسيتها زينه خلينا نجرب شوفوا كيف يا عيال سويناها شوف كيف أربعة تقريبا جنب بعض أتوقع كذا كويس بيكون مع أنه صح هذه داخلة مو طالعه برا بس أتوقع عادي ما راح يضر فبقول يلا موف 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 انقلوها الحين ننقل بسم الله أوه أوه تعبان تعبان يا عيال يبينا نسوي له علاج كيف امورك للحين تعبان اوكي تعالج او الحمد لله الحمد لله تعالج تعالج اوكي اشوى بس لسه تعبان يعني ما هو كويس يا اخوي راح ارتاح يا اخوي كل 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 بالعافيه ابوي ريح لا تقعد تكرف عمرك كذا وصار على كارتر كم نقلت لنا واحده نقل ثنتين بقينا لنا باقي ثنتين قبل المشوار اوكي كنسل يا كارتر راح ارقد راح ارقد ولا كلك اي شيء الزبده بعدين احنا نكمل باي هو شخص ثاني والله الخطه هذه لازم انا اطبقها في الغالب انها تفشل لكن نقول ان شاء الله ما تفشل ان شاء الله انها تنجح يب ان شاء الله معليش معليش اذا ضبطت بطبقها برضو عند العش الثاني في عشين عند بيتي سلامات سلامات يا ابوي لا هم اقوي بزياده بس ان شاء الله ان ذكاء الانسان اقوى العالم نايمه ما عدا سمانته قاعده تشتغل ما ادري لارا تشتغل يا عمري يا لارا اوه يا قلبي عليك اوكي، هذه آخر واحدة، بيوديها الحين كارتر، هو الوحيد اللي معاه سلاح كويس في النهار، صح النوم يا حلوة، راح راح ترقد. <applause> فنقول إن شاء الله تضبط الخطة، نقول إن شاء الله، ما راح أسوي سيف، إذا ما ضبطت، اوكي، ندور لنا بعدين خطة أخرى. حاليا نقول إن شاء الله هذه تضبط. نطلق عليه، أصبر أصبر، تحت تعال، تحت. وين تحت. لا تنحاش. تعال، هنا. بسم الله. ايوه طقوا عليه الكلاب اوكي سحبناهم ايوه خليك ورا هناك وانتوا تعالوا وقعوا في الفخ وقعوا في الفخ يا رب ايوه ايوه مو كل مو كل وقعوا في الفخ بعضهم ايوه شوفوا العلمين ماتوا مو ماتوا بس جاهم دمج مره عالي تكفى تكفى اقتله حلو كذا كتير, كتير هذول اللي ما يجيهم نار، هذول مشكل في الزاوية ما يجيهم شيء. فاطلق عليهم من هنا. يا حول. ايوه. والله جلتهم كونر. مرجلة، مرجلة يا كونر. قسم بالله جلتهم. كم باقي؟ شو لهم يا عيال. ما بقى الا اثنين. مرجلة يا كونر. مات؟ ايوه. باقي ذا؟ يا رب. بس 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 هيل هيل يور سيلف روح 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 البيت روح البيت روح البيت راح دبر عمرك في البيت سوي اي شيء هذول خلاص تعالوا الحين الباقيين كلكم تعالوا هنا ثلاثة هذا بجيب ثلاثة بس خلينا نقضي على الباقي هذا مات هذا الاخير مات يطلع بالخطه القويه يا عيال يلا شلون شلون ندمره اتاك هذا هو باقى الباقي الباقي كله اتاك ما في شيء ثاني يقدر يصير اتاك ايوه ما يقدر يصير اتاك خلاص ما يقدر يصير اتاك شوفون اتاك ما فيه اي والله اصبر اصبر اسوي سيف الحين لاني بسوي هارفست خاف عند الدخان يصير شيء لأنه في دخان احمر ما ادري شو يسوي الله يستر يا عيال تعالي سمانثا سوي سك. بوتشر وش الفكره يعني وش الفكره مني اذبحهم ما نفهم ب... توقعت بيروح العش ما راح استهبال ذا والله ما راح بس كسرنا ابو المكان بوتشر بوتشر كل هذول قطعوهم لي متى ما فضيتوا يا عمري والله جدناهم يا عيال والله غريبه يعني بس اني افجر البيس هذا اللي يبغونه على كذا ممكن ممكن اسوي حركه ثانيه اسهل اني ارسل ثلاثه واثنين يسحبونهم يوخرونهم عن العش، وواحد يروح يطلق <applause> على العش، فكرة. نجربها على العش الثاني اللي هناك؟ والله نجربها. بس ما ادري ايش الفايدة اني اكسر العش يعني. كيف اموركم بس انتو عشتوا؟ هذا هذا قاعد ينزف، احد يعالجه تكفون. حد يعالجه تكفون. آه تكفون على الجو على الجو كونر هذا هذا الزبدة. يب هذا الزبدة هذا الكل في الكل. ستاب تريد حلو عالجوه، الحمد لله على السلامة الله يعافيكم ما قصرتوا والله. شيك كنت رايح هنا؟ خلاص ادخل جو الغرفة قاعد تتمشين عندهم وهم نايمين اسطرك يلا يرقد يرقد بكرة ورانا ورانا غدرة ثانية تكفون كونر تزود دمه اوكي مرة زينة ان شاء الله دمه زاد حلو هذي هذي اللي قلبها فيجيتيريان ما تاكل غريبة البنت يا اخي ها نجرب يا عيال رام والله نجرب وين هو؟ والله بعيد والله بعيد شفونا هذا هو؟ شوفونا ابي اسحبهم كونر مريض ايش فيك كونر انتو ثلاثة تعالوا والله هاي التجربة بتكون الاخيرة مشكلة كونر من الاحسن سلاحه مو براضي يجي يفزع فبنتواهق الظاهر بانه بنطول نذبحها هيت ويف <تكلم> آه شافوه شافوه تعال انت قرب من هنا حاول تهجم على ذي هذا ميت شوفونا اوه كارتر كارتر والله خطه فاشله اوكي هذاك خليت ينقل شوف أنت؟ يهجم عليهم اللي وراء اوكي حلو 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 هجموا عليه اوه شيت آه هجموا عليه هجموا عليه <applause> فشلت الخطه يب فشلت والله فشلت والله كسرناه كسرناه وهربوا كسرناه بس ما ادري شو الفائده كسرته بس ما ادري شو استفيد الحين لو مع كونر كم من زمان مكسرينه خلاص انت مهمتكم هنا انت مهمتكم انحاشوا للبيت يلا ما قصرتوا والله كسرناها الحين بنشوف الحين اذا بيختفون ولا لا اذا بيقعدون مصيبه ان شاء الله انهم يختفون لان ما ادري ايش فايده اني بيتهم بالاخير بيقعدون لي والله ما ادري صدق تعبانين يا عيال متوجعين يا عمري طعنوهم لين اذنوا آه الحمد لله على السلامه هذا اول واحد رجع ما قصر ما قصر ااا <تصام> هو... <تصام> <digamos. تصام> انتو كلكم نفسين يب كلكم نفسين عمير راقد متعب سووا له هيل هيل عالجوه تكفون بسرع وقت لارا لارا هي اللي شايل همها والله لارا مزيكينه متدبغه يلا تمشي حتى اوكي هذا على جناب اي والله قربت تموت يا عيال تموت لارا اوكي عالجناها لا والله ما عالجناها والله يا طعن التطعين الله يستر يا عيال والله مطعنا مرة كثير شوفوا بطنة متقطع يا عيال ليفت ار بط جسمه كله احمر في احمر كارتر جت جلطة يا عيال جت هارت ستروك بسبت هذه بسبت هذه اكستنغوش بسرعة لا ايش كان يصير؟ طف النار طلعتنا والله اعلم انها انكبتنا نعم للاسف الشديد الحمد لله يا عيال دمها عشرين الحمد لله عاشت ابشركم الحمد لله عاشت يييي وش طلع القشره دي! مغامره كانت قسمنا ما لها داعي أصبر بشوف يا رب منهم اختفوا حتى ما اختفوا اختفوا والله ما اختفوا قاعدين هنا ولا كأني كسرت شيء حسبي الله عليكم ما استفدنا اي شيء ها استفدنا شيء ما استفدنا اي شيء خلنا نسوي له تعال سوي له يمكن نستفيد شيء طف طفوا النار جت حراره شوف هيت ويب يعني درجه حراره مرتفعه عشان كذا جتها سكته من الحراره كارتر مو من الهجوم فالحمد لله عادت على خير هذه قامت تطبل امورها لا والله مو في هذه نايمه هذه الثانيه انتلكت ليفل 2 زادت شفتوه تحتاج انتلكت لو لو كارتر كان مصحصح شوفوا في ميلت داون احمر لو كان مصحصح كان قدرنا نشيك كلكم ميلت داون ايش دعوه يا ابوي اوكي كارتر خلاص جهز نفسيته زانت خلينا نسوي الاوبزيرف هنا بيكون سريع مفروض خليت الحليوة الثاني يسوي كينا سكن يقطع دول ما مجنون مجنون ها مرزينه زينه الحمد لله الحمد لله لا ربت تعيش يا الله وقزم ليش التم هذا ما انتو يتزوجون جيبوا لي اطفال ترى مسخوها اه كنا طابت اللي والله طابت الحمد لله طابت طابت اشوى كان فيها فيفر وراحت حمى وراحت طبيعي مع الذا وش صار على ال كارتر صار على ذا؟ تكفى قد اقدر اصيد منه ايوه خلص ديسكفري نت فورميشن اوكي مايننج اوف كاربون نانو تيوبز ناخذ منهم النانو تيوبز ايش فايدته ما ادري ها نجرب نجمعه انكبيترز اند شيلترز اقدر اسوي فيها شيلتر ممكن اسوي فيها دفاعات بعدين تكون اقوى من الخشب اي والله ممكن تعال يا عمير سوي مايننج هنا وانت تعالي سوي مايننج هنا يلا انت وحبيبك سووا ماين جمعوا لي هذه الموارد في الغالب لما نجمعها راح تفتح لنا شيء جديد في الغالب راح تكون دفاعات والله اعلم بدل الخشب اللي تنكسر بسرعه هذه نقول ان شاء الله انا متفاعل المهم طولت الحلقه هذه ان شاء الله انها عجبتكم لا تنسوا في بالقناه وحطوا لايك تكفون اذا عجبكم المقطع سلام